إلى التغريدة التالية من حساب هيئة الهلال الأحمر. طلب خدمة الإذن للوصول إلى المنشأة الصحية أصبحت متاحة على تطبيق اسعفني، حملة الآن عن طريق هذا الرابط. صراحة يعني جهود جميلة جدا نشوفها من كافة القطاعات والهيئات، سواء الحكومية أو الخاصة، للوقوف على هذه المجهودات من رجال الهلال الأحمر. في هذا الوقت المهم معنا عبر الهاتف الدكتور خالد الحبشي، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة. مساء الخير دكتور خالد. مرحبا، مساء النور والسرور. مدير عام الهيئة بمنطقة مكة وليس رئيس الهيئة. عفوا، مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة مكة المكرمة. أولا يعطيكم ألف عافية على هذه المجهودات. صراحة دور الهلال الأحمر خصوصا في هذه الفترة كبير جدا. ماذا عن الاستعدادات والتفاعل مع أزمة كورونا؟ حياك الله. طبعا الهلال الأحمر السعودي زي ما تعرف يعتبر الواجهة الأولى في هذه المهمة، وهو أحد أعضاء المنظومة الحكومية اللي زي ما الجميع يشوف تعمل بثلاثة في محاولة احتواء ومكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمة لكل من لا سمح الله أصيب بالفيروس أو حماية المجتمع من انتشار هذا الفيروس. الهيئة طبعا استنفرت كافة جهودها البشرية والآلية في هذا الوقت، بالإضافة إلى التطوعية. يمكن أنا سمعتكم تتكلموا عن تغريدة المتطوعين. صحيح. المتطوعين في الهيئة الحقيقة نشطاء كثير في هذه الأيام في دعم خدمات الهيئة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الكبير على خدمة الهيئة خصوصا في ساعات الحظر. جميل. الهيئة تعمل بكامل طاقمها الفني والإداري والطاقم الداعم للميدان بنسبة 100% في هذه الأيام. جميل دكتور خالد، بنعرف يعني هل هناك ارتفاع في طلب الهلال الأحمر وخصوصا أثناء فترة الحظر؟ الحقيقة نعم، صحيح هناك كثافة كبيرة في الاتصال على غرف عمليات الهلال الأحمر على مستوى المملكة وبالخصوص في منطقة مكة المكرمة، وخصوصا في ساعات الحظر. زي ما انت عارفه الهلال الاحمر يحاول يستجيب لجميع الطلبات اللي ترد، ولكن في ظل الوضع الموجود وكثافه الطلبات يجري فرز هذه الطلبات، فالطلبات الطارئه يتم الاستجابه لها مباشره في اي وقت، والطلبات الغير طارئة يتم تقديم النصائح الطبية لها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تطبيق أسعفني اللي تم تطويره في اليومين الماضية، ليتم طلب الإذن بنقل حالة غير إسعافية إلى أقرب منشأة صحية. طب دكتور خالد، يا ريت لو نعرف عن أهم الحالات اللي يتم التعامل معها، يا ريت لو تعطينا أمثلة. طبعا احنا نتعامل مع جميع الحالات، سواء حالات خاصة بالكورونا أو غير خاصة بالكورونا، احنا نستجيب لكل الحالات الطارئة مهما كان نوعها وفي أي مكان كان موقعها. لكن في مثل هذه الأيام الحقيقة بتكثر الطلبات على فرق الهلال الأحمر من حالات لا تستدعي التدخل الإسعافي العاجل، وهذا بيضع عبء كبير الحقيقة على الفرق الإسعافية. حالات يعني يمكن احنا في تصنيفنا نسميها الحالات الباردة او حالات المواعيد في المستشفيات، هذه الحقيقة بتشغل الفرق الإسعافية اللي هي مخصصة للحالات الإسعافية الحادة اللي لا سمح الله قد يتعرض لها الإنسان في مثل هذا الوقت، والمفروض أن تكون الفرق متوفرة لها.
صحيح. أخيرا دكتور خالد، هل هناك أرقام أو إحصائيات عن هذه الجهود خلال الأيام الماضية؟ والله الإحصائيات طبعا فيما يخص موضوع كورونا هي بتعلن من الجهات الرسمية في كل يوم في المؤتمر الصحفي، إنما فيما يخص الاتصالات والاستفسارات اللي ترد إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة الحقيقة تتجاوز في اليوم الواحد ما يتجاوز 5000 اتصال أو استفسار. جميل جدا، مشكورين دكتور خالد الحبشي مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، يعطيكم ألف عافية على هذه المجهودات الجبارة في ظل أزمة كورونا. مكملين معاكم مشاهدينا، وبعد الفاصل حياتنا مع الكورونا ولكن بدون سمنة، انتظرونا.